قال من جامع المشرك فهو مشرك، أي من خالطه وعاشره فهو مثله في الضلال، وإن كان ضلال مسلم يختلف قليلا أو كثيرا عن ضلال الكافر. ولذلك فننصح المسلمين المقيمين في كل بلاد الكفر، سواء في أمريكا عندكم أو في أوروبا حيث فيها كثير من المغاربة والجزائريين، في فرنسا وبريطانيا ونحوها، ننصحهم بأن يعودوا في أقرب وقت إلى بلادهم. هذا ما عندي من النصيحة. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ أحمد الله يديك. كيف أنت؟ طيب خليك. نعم. كيف أنت؟ الحمد لله الله يسلمك. أهلا. يا شيخ. تفضل. في أي مرة يعني يمكن إن شاء الله نطلع عليه عشان نحل هذا الموضوع، هذا يعني قطن المسلم في بلاد الكفار يعني. كتاب أو الحقيقة لا أعلم يعني مصدرا خاصا يجمع الكلام في هذا الموضوع الخطير، لكني أذكر أن ابن القيم رحمه الله في بعض تعليقاته على بعض المغازل